قد لا يتمكن الكثير من سكان جزيرة ليسبوس اليونانية من رؤية منازلهم مرة أخرى، فأغلبهم من اللاجئين الباحثين عن حياة جديدة، ليؤسس زوجان يونانيان منظمة غير حكومية تسمى بيت للجميع أو Home for All. المؤسسة تقدم وجبات مجانية لكل من يطلب ذلك. لدى نيكوس وكاترينا كاتسوريس مطعم في ليسبوس منذ سنوات، لكن مع تدفق مئات الآلاف من اللاجئين قرر الزوجان تغيير مسار حياتهما. مطعمنا يقدم الوجبات مجانا لأي شخص يحتاج إليها، سواء كان يونانيا أو أجنبيا أو لاجئا أو مهاجرا. نحاول تقديم الطعام دون استثناء لأي شخص. نطهو الطعام للمخيمات وللمرضى وللكنيسة أيضا التي تمنحه للمشردين اليونانيين. بالنسبة لنا كلهم أناس يحتاجون إلى طبق طعام. وتعد ليسبوس ثالث أكبر جزيرة في اليونان، موطناً لأكبر مخيم للاجئين في اليونان، حيث يوفر مخيم موريا الخدمات الأساسية لأكثر من 19,000 لاجئ ومهاجر، رغم أنه بني لاستضافة أقل من 3,000 شخص. ما أردناه وبذلنا الكثير من الجهد لأجله هو أن يشعر كل من يأتي إلى هنا كأنه في بيته، حتى وإن كنا لا نعرفه. أنا حقا أفتخر بما حققناه هنا. أعمال منظمة بيت للجميع لا تقتصر على تقديم الطعام فحسب، بل هي تزود اللاجئين باحتياجاتهم الأساسية كالملابس والأغطية، وتعتمد المنظمة في كثير من أعمالها على جهود اللاجئين المتطوعين. أعمل صباح كل يوم في متجر للأسماك، وأنتهي من عملي حوالي الساعة الواحدة ظهراً، ثم أكون هنا للمساعدة في تقديم الغذاء للمرضى وللأطفال في المخيم. المكان بيعنيني انه مثل نافذه انه ننظر على العالم المنظور الجيد، انه في اناس طيبين ونحن هون بنتمتع انه بلحظات ممتعه مع الاصدقاء. الزوجان الملهمان يعملان حاليا لتدشين مشروع جديد يقوم على اشراك اللاجئين في صناعه زيت الزيتون بالتعاون مع المزارعين المحليين، في محاولة لخلق مجتمع مترابط بعيداً عن العنصرية والتهميش.